السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد. وهذا الفيديو راح نتكلم عن العاب الشهر المجانية لشهر يونيو. اول شيء حنبدأ فيه العاب البلاي ستيشن بلس. اول لعبة معانا هي لعبة اكس كوم، لعبة استراتيجية جميلة وراح تعجب محبين العاب الاستراتيجية. اذا انت من محبين هذا النوع من الالعاب لا تفوتك الفرصة. ثاني لعبة معانا هي لعبة Trials Fusion، وهي لعبة سباقات دبابات، وفي نفس الوقت تقدر تسوي حركات بهلوانية جميلة في السباق، وتقدر أيضا تتحدى أصحابك وغير الكثير من التحديات اللي موجودة في اللعبة. اللعبة جدا جميلة وأنصح أنك تحملها لأنك ما راح تخسر أي شيء. كذا نخلص الألعاب المجانية للبلس على البلاي ستيشن، والحين نشوف الألعاب الجولد على الإكس بوكس. أول لعبة معانا في الجولد في الإكس بوكس هي لعبة سمايت، وهي لعبة مواب أو لعبة جماعية عبر الشبكة. والميزة اللي فيها إنهم يخلوا لك النسخة الذهبية ببلاش. هي أصلاً اللعبة ببلاش بس، ولكن النسخة الذهبية قيمتها $100، والآن مخلينها لك ببلاش. واللعبة من خلالها حتلعب مع فريق لتشكيل استراتيجيات لهزيمة الفرق الأخرى عن طريق الشبكة. ثاني لعبة معنا هي Assassin's Creed Chronicles Russia، ضمن ثلاثية ألعاب Chronicles من سلسلة ألعاب Assassin's Creed من شركة Ubisoft، واللي تقدم لنا المغامرات هذه المرة بالتصوير الجانبي بدلا من البعد الثالث المعتاد عليه. وتدور أحداث القصة في روسيا عام 1918، واللعبة نزلت عام 2016. Worth fighting for. You cannot know what you will sacrifice for it. Until you have experienced. وأيضا معنا لعبة ثالثة وللمغامر الشهير إنديانا جونز، يرجع لنا مغامرات جديدة ولكن بعالم ليجو الشهير، وبلعبة ليجو إنديانا جونز 2 The Adventure Continues، واللي تقدم لنا الكثير من الأكشن، والنسخة الأصلية صدرت في عام 2009. Lego Indiana Jones 2 The Adventure Continues. Play all new levels from the original 3 Indiana Jones adventures. Raiders of the Lost Ark. The Temple of Doom. And the Last Crusade. With your favorite new moments from Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. And for the first time, build your own level. Sonic All-Star Racing Transformed، لعبة سباقات من شركة سيجا، ضمت معها العديد من الأسماء لأشهر الشخصيات من عناوين الشركة المختلفة مثل سونيك وسكايز أوف أركاديا ومونكي بول وغيرها من الألعاب. قدمت هذه اللعبة على فكرة تغيير المركبات بحسب مجريات المضمار، تقدر تسوق السيارة وأيضا القارب وأيضا الطيارة في جيم واحد. واللعبة تعد واحد من أمتع الألعاب اللي ظهر فيها سونيك في السنوات الماضية. كذا نوصل لنهاية حلقة ألعاب الشهر المجانية. إذا عجبك الحلقة لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم ألف خير ومع السلامة.